أحبائي، سعد صباحكم. بونجور تو الموند، جود مورنين. أوديو اليوم مثل ما شفتوا في العنوان هو إجابة لسامي، سيدة اسمها سامي بحري أعتقد، وهو السؤال اللي صوتوا عليه على آخر أوديو. أولا حبيتكم تسامحوني لأني ما عادش ندخل مثل ما كنت في السابق حتى نكتب لكم في تعليقات، لأنه ما عادش يكفيني الوقت. يعني أبين عندي أجندة منظمة من صباح لليل، وأحيانا ما نوجد حتى الوقت أني نبقى لوحدي شوية، فبليز سامحوني. دوزيما، واحد البنت صغيرة عمرها 16 سنة طاقتها حلوة بزاف وصوتها يهبل، بحثت لي فويس مع ماماها. حبيت نقول لك سيرين انك صوتك يهبل. سيرين قالت لي ماما، هي تحكي على ماماها، سيرين تسمعني وتحب صوتي، ما تفهمش اكيد اوديو هادي، اما قالت لي نحبك بزاف 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 ونستناك لما تجي الجزائر، وانا نقول لك نحبك ثاني بزاف، ولما نجي الجزائر راح نجي نشوفك سي سيغ ساختا، يولي عندك 17 سنة. ثانيا كان واحدة أخرى، بنت أخرى كذلك صغيرة، قتلي على ألد لابين بوما. هذه حزينة من أجلي. قتلي البارح سمعت الفويس نتاعك في الليل، وحبيت نقول لك سمعيني مليح، انه هي قالت لي علاش الناس يحطوا لك ديزلايكات. تحب تدافع عليا، محاميه الصغيرونه نتاعي. حبيت نقول لك انه الناس اللي تحط لي ديزلايكات هي ناس في الغالب حبوا يقلدوني ما نجحوش، فهناك غرض هم ما ينتقدوش لي زوديو اوتوكيتال، يعني هم ما يحطوش ديزلايك للاوديو بحد ذاته. ما تزعفيش من بيبي، ما تزعفيش، لا تحزني ابدا، لان انا لا احزن ابدا. وعلى فكره بين قوسين حبيت اقول لكم اني سعيده جدا بمستوى الوعي اللي راكم توصلوا ليه يوما بعد يوم، يوما بعد يوم هناك تحسن. جو سي تري كونتونت، والله انا فرحانه جدا بكم وبمستوى الوعي اللي وصلتوا ليه، والاسئله الثقيله اللي راكم تطرحوها انا فخوره بكم. مش نقول لكم، تمنيت لو يكون عندي اكثر من 24 ساعه في النهار حتى نسجل لكم الكثير من الاوديوهات، ولكن هذا ما يلا للاسف. طيب اليوم كما قلت لكم في هذا الاوديو راح نجاوب سامي، وراح بعد لما نكمل هذا الاوديو نحطه في المونتاج راح نسجل لنونا، لأنه نونا كذلك سؤالها مستعجل وهي صارت تتلحى عليه وتحطه في كل مرة في المنتدى وفي كل أوديو. السؤال كان كيف أخرج الين من سلبياته. مثل ما تعرفوا في العادة أنا ألح دائما أن يكون الإنسان هو سيد عمله، سبتزيغ أنه العمل ينبع من عنده هو، يعني هو يوصل لأفكاره وقراراته واختياراته ويطبقها عن حب. أوكي، هو مليح أنه الإنسان يسمع، أكيد يتبادل طاقة مع ناس أخرى، that's very nice، هذه حاجة مليحة، ولكن في الأحسن من هذا أنه الإنسان هو اللي يخرج طاقة التغيير، يعني طاقة التغيير تنبع من عنده. أوكي، في حالتنا اليوم عندنا شخص اللي صوتوا لها دابا، انتم عندنا شخص يحب يساعد شخص الاخر، اتس اوكي، هذه حاجه مليحه كذلك انك تحب تمد يد العون لشخص اخر فوق لو سولفي باش تقومه باش حتى ينهض من جديد. الين اولا لازم تعرفوا انهم اشخاص طيبين جدا جدا جدا، وهذا مش انحياز لهم ابدا، والله هم ناس طيبين جدا جدا جدا، ولكن عندهم عقل، هو عندهم عقل قوي جدا، ولكن الروحانية سلبت منه المنطق،
روحانيتهم سلبت منهم الجزء المنطقي من العقل. لاحظوا، أنا عملت لكم الكثير من التحليلات النفسية على شخصيات لين كل أنواعها، الكنترولر والسلبي و و و و أما اليوم رح نقول لكم دي شوز، رح نقول لكم أشياء منفعية بسيطة سهلة التطبيق، في إمكان أي وحدة أو أي واحد أنه يطبقها إذا كان عارف ومتأكد أنه الشخصية اللي يتعامل معها هي شخصية قمرية. فهمتوني؟ مهما كانت العلاقة هذه، سواء علاقة روحية أو علاقة عادية، ولكن اليوم أكيد رح نركز الكلام على العلاقة اللي فيها تبادل طاقي، النشانج إنرجيتيك. ما نقدروش نغيروا شخص إذا كنا مش معاه في نفس إطار الوعاء الطاقي، ما نقدر نغيره. إذا كنا نحاولوا أننا نغيروا شخص وهو مش معانا في لما فريكونس، يقولي هو يضحك علينا وإحنا نساعده فيه، يعني هو يولي يشوفنا لايك شخص قاعد يفرغ في وقته أو يضيع في وقته. يعني الشخص السلبي لما يجي واحد يعاونه يساعده، يعني حتى يخرج من سلبيته، حتى يخرج من أحكامه الغير منطقية على نفسه، حتى يخرج من جلده لنفسه، لأنهم يجلدون أنفسهم كثيرا بسبب الشعور بالذنب، بسبب الشعور بالعجز، بسبب قلة الإنجازات في حياتهم إلى آخره. فكل هذا قلت لما يجتمع يعطونا واحد الشخص النمى القام عجيب، واحد العجينة هيدا ما نعرفوش نعملو بها ما نعرفوش واش نعملو بها، هل نعملو بها بيتزا ولا نحن نعملو بها جاتو ولا نعملو بها لا أدري خبز، on sait plus quoi faire avec lui. طيب العمل إذا حبيتوا تساعدوا، خاصة إذا كنتوا مثل ما قلت عندكم علاقة روحية تجمعكم بذلك الشخص، أولا لازم نعمل واحد الاستثناء قبل ما ننسى. إذا كنتوا تتعاملوا مع يين ماستر 33، يعني 33 سي لو بلوز إلفي دابور في الكون، هو صاحب أعلى ذبذبة في الكون، تقولوا لي هذا تمييز؟ أي هذا تمييز، الله جعلنا متميزون، مش إحنا اللي خلقنا أنفسنا هكذا. الله ميز بين الرجال والنساء، وميز بين الأرواح، وميز بين الأجسام وكل شيء. طيب لازم تكونوا حذرين في التعامل معه، والأوديو اللي نقول فيه اليوم ما ينطبقش عليه. 33 تمشوا معه يوم بيوم، دقيقة بدقيقة، لازم دايما تكونوا في وعي مراقب وانتو تتعاملوا معه، لأنه عنده طاقة هائلة وعنده اتصال كبير بالطاقة الكونية. إذا كانت شاكرا التاج عنده مفعلة، فمش راح يكون أبدا في مول معين، يعني ممكن اليوم لا أدري تشوفيه شكل وغدا تشوفيه شكل وبعده تشوفيه شكل أسيد أسود، لأنه عنده طاقة هائلة وتتجدد باستمرار، على عكس ممكن بقية البشر اللي عندهم انسيكل ثابت، عندهم سايكل ثابت. طيب تقولوا لي ما هو الفرق؟ هاني دخلت روحي في موضوع آخر. الفرق بينه هو وبين أشخاص أخر أنه الطاقة اللي عنده هو طاقة غريبة نسموها الطاقة البوذية، وهي مش نسبة إلى بوذا، لا أبدا، هي مجال أعلى من الطاقة هو داخل فيه، دونك يستمد منه طاقة غريبة مختلفة على طاقة البشر، وهذا اللي يدخله في أحوال غريبة. فاللي يتعاملوا مع الماستر نمبرز 33 حاولوا أنكم تتعاملوا معهم مثل ما يقولوا، يعني بصورة تدريجية، مش بصورة تدريجية، سوري لا أجد الكلمة،
بصورة فورية، تعاملوا مع الطاقة اللي يكون عليها في الوقت اللي يكلم فيك، با بلوس كو سا. ما تعامليش معها، ما تعامليش معها أي خطط طويلة الأمد أو حتى قريبة الأمد، هي نو فانكسيون افيك بي. طيب نرجع لل نرجع للين، قلت ان جنرال لين، لين في حال في صورتهم العامة كأشخاص هم أشخاص طيبين جدا. القسوة اللي الناس تشوفها عليهم هي قسوة ظاهرية وليست قسوة داخلية. إذا قدرتوا توصلوا إلى دواخلهم، توصلوا إلى الداخل. لما أقول توصلوا، مش توصلوا بالكلام أنه يفضفض لك ويقول لك ما بداخله، لا، لأنه أحيانا حتى الشيء اللي يقوله فيه فور سيلف، ما يقولش كل شيء وما يقولش بنفس العمق اللي هو يحس به، فهمتوني؟ فأهم شيء لازم أول شيء دابا، حتى بقصر الأوديو ما نطورش عليكم الكلام، أول شيء لازم تعاملوه باش تساعدوه، لازم تطلعوا من حياته الأم. أنا بالي الحين تستغربوا، ولكن بحكم ال تحليلاتي أنا شخصية اللي قمت بها على الكثير من النماذج الين، الأم سواء حية ولا ميتة دوني دوكا، هي السبب الرئيسي في دخول الين كطاقات رجالا ونساء في حالات سلبية. الحالات السلبية هذه وش تعمل لهم؟ تنقص لهم أهم طاقة أو أهم مزود بالطاقة هم يشتغلوا به، هم يشتغلوا بطاقة روحانية. كل ما علت طاقتهم، كل ما كانوا في أحسن حالاتهم، كل ما نزلت، كل ما كانوا في أسوأ حالاتهم. الأم elle vient interférer avec cette énergie. الأم تجي تشوش على هذه الطاقة، حاضرة دايما في الطاقة العقلية عندهم وفي الطاقة الروحانية عندهم. لما تحضر في الطاقة الروحانية تجيب لهم الحزن، والحزن يدخلهم في السلبية، ولما تحضر في الطاقة العقلية تجيب لهم الظلم، والظلم كذلك يدخلهم في الحالات السلبية دوني دوكا. إذا كانت ميتة فرح تكون الأم مرتبطة مع الابن ولا الابنة بالميموريز، بالذكريات، يعني أفلام ماضية يتم استعادتها كلما تخلى الين في حالة سلبية نتيجة أحد مناورات الناس. لاحظوا المحيط كذاك يلعب دور، كل ما كان المحيط جيد كل ما كان الين في حالته جيدة، كل ما كان المحيط سيء كل ما دخل في حالة سيئة. يعني نعطيكم مثال، امرأة يانغ، نبدأ بالمليان، امرأة يانغ مع نرجسي يتقتلو يقتلها، وحدة من الزوج يعني سون تري فور لي دو دابا، يعني النرجسي قوية بطاقته واليانغ قوية كذلك بطاقتها العقلية المنطقية. الين تقدر تعيش مع النرجسي طويلا 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 بسبب الفوسيلف اللي عندها، تقدر تتحمله، وعندها كذلك نوتخا با، عندها عامل قوة آخر ألا وهو الاختباء، السكاش انرجيتيكمون، يعني طاقيا هي تعزل روحها وتختفي من امامه، موجوده معه في الدار اما ما يشوفهاش، مش موجوده ماديا، يا سوري روحيا مش موجوده، موجوده ماديا، جسم برك، جسم فقط يتجول في المنزل ويقضي اغراضه ويطبخ وكذا، اما روحيا شيز اوتسايد، مش موجوده تماما معه. دونك الين تقدر تعيش مع نرجسي طويلا العديد من السنوات وما تتوجعش بزاف بالمقارنة مع نساء أخريات. دونك الين طول ما هو في طاقة سلبية طاقته الروحانية هابطة نازلة، وبالتالي ما يولي عنده حتى اتصال مع الحدس، عنده ولو ولا شيء، أوكي كونيكسيون. So, حتى ولا بعثتي له طاقة مش راح توصله، هو نفس الشيء مثل السلم، يعني واحد في أعلى السلم والأخر في أسفل السلم، مش راح توصلوا بعضكم بأي حبل طاقي بأي حبل روحي. كذلك أحيانا حتى التواصل الروحي ينقطع بسبب دخوله في حالة سلبية.
مثل ما قلت لكم. المشكلة أنه لما يدخل في حالة سلبية ينا باسي دينرجي، ما عندهش طاقة عقلية كافية اللي تقدر تقومه. يعني لوسكي لي داون لي داون ميت خلاص، لما يرتفع هو راه في السماء خلاص. ما كاش هذاك، ليس هناك الوسط، ليس هناك ذلك الاعتدال وذلك التقويم المستمر الذي يقوم به الناس كل يوم. وما عندهش وعي مراقب كافي حتى يأهله أنه يعمل هذا العمل كل يوم. فنعطيكم حل الفرضية، نفرضوا أنه هذا الطاقة لين، هذا الشخصية هذه أو هذا الشخص، نزعنا عليه الحالة السلبية أو بعدنا عليه les aspects négatifs de la vie، بعدنا عليه المظاهر السلبية للحياة، راح يبقى دائما up، دائما في طاقة إيجابية. وأهم شيء راح يوصل له أنه راح يعمل connection مع روحه، ومن بعد خلاص لما يقلع سيطير، ما عادش يرجع لسلبيته. فإذا النقطة الأولى اللي لازم تركزوا عليها في عملكم معه إذا حبيتوا تساعدوه، أنكم تقطعوا الكونتاكت الموجود بينه وبين الأم، الكونتاكت الروحي الموجود بينه وبين الأم. نعرف أن كلامي اللي يعني نقول فيه ممكن يبالكم صعب. لما يجي يحكي مثلا رجل يجي يحكي لك على إماه، يقول لك ماما ظلمتني وعملت لي كذا وكذا، ما تروحيش تحكي بنفس، ما تدخليش معاه في نفس السياق الدرامي السلبي وتقولي له ايه سي فغي ظلمتك وعملت كذا وكذا وكذا نغي باديو. لا 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 لا، لازم تدفعيه انه يسامحها وانه يشوفها كطفلة صغيرة وانه يشوفها غير مذنبة. لازم تشيله عقدة الذنب اللي موجودة عنده اتجاه امه. اكبر مشكلة يعاني منها الشخص المرفوض لين، هذا هي المرفوض اللي اصلا هو مرفوض، اكبر مشكلة يعاني منها انه انه ما يقدرش يقبل علاقته بامه. هو يحبها ويطلب الحب طول حياته، حتى لو كان عنده 60 عام يبقى دايما يحبها ويطلب هذاك الحب. هذا هو البوان نوار، هذه المشكلة السوداء، النقطة السوداء الموجودة في القصة، انه لازم يتعلم او لازم يعرف انه مش ضروري ان امه تحبه. المهم والضروري انه يتسامح معها ويصفي الذنب اللي شعر به تجاهها. المشكله في الفو سيلف انك انت تضحك في وجه الاخر وتحبه وفي قرارات نفسك عندك الكثير من الضغائن والكثير من السبوتات السوداء من جهته، اما ما تقدرش تقول له، لانه تخاف عليه، تخاف تجرحه. فلين هكذا يتعامل مع ماماه، الا يحبها ويكرهها في نفس الوقت، يكرهها بروحه ويحبها اجتماعيا. يعني انت مثلا لو تشوفي علاقه مثلا حبيبك لين بأمه، تشوفيها علاقة طيبة جدا، تشوفيه أنه هو اللي يصرف عليها، أنه هو اللي رح يقضي لها أمورها، أنه هو اللي يخلص يدفع فاتوراتها، أنه هو اللي يهتم بها، أنه هو اللي يسأل عليها كل يوم كل يوم، بالمقارنة مع أخوته الآخرين اللي ما يسألوش عليها. ولكن هذه الأم في نهاية الأمر تحب أخوته أكثر ما تحبه هو. فهمتوني؟ شفتوا العلاقة الخلافية، انغولاسيون كونفليكتويل، والسبب فيها انه لازم تعرفوا كذا كاين شطر غايب عليكم في القصة. لازم تعرفوا انه الام اللي هي صاحبة الحبل السري ومانحة الحياة لهذا الرجل ولهذه المرأة، بطاقتها هي تعرف انه يكرهها او انه ما يحبهاش، على الاقل ما يحبهاش. هو الناس كلها من دون استثناء تعرف أن علاقة فلان مع أمه علاقة استثنائية، إلا هم الاثنين يعرفوا الحقيقة ولكن ما يقولوهاش، لا هي تقول ولا هو يقول. فإذا أول نقطة لازم تخدمي عليها أنك
انت ترجعي الام بالنسبه لي. سي دور، صعب، نعرف انه صعب لانك حبيبته مش امه، ولكن اذا حبيتي سالتيني قلت لي كيف نساعده، هكذا تقدري تساعديه. تقدري تساعديه لما ترجعي الام، لما تعوضي الدور اللي تقوم به الام، تعطيله نفس الحنان والحب اللا مشروط اللي تعطيه له ماماه، اللي هو يدور عليه دابا، هو يبحث عليه طول حياته، طول حياته يبحث عليه. ولعلمكم حتى بعد الوعي، حتى بعد الوعي، الأم هي الشخصية الوحيدة اللي تقدر تخلط كل أوراق الين، رجل ولا امرأة، يعني حتى لو كان ماستر. في وحدة كتبت لي، ما نذكرش اسمك، أما قالت لي توأمي دكتور في علوم الطاقة، ومع ذلك يسلك سلوكات غريبة وكأنه شخص غير واعي. هذه هي إجابتك، يعني نقول لك هنا يا لا ريبونس، أنه أمه دايما تتدخل ودايما تخلط الأوراق من جديد، وتعود ترجع الحالة السلبية اللي كان عليها قبل الوعي، وكأنه ما مر بأي صحوة. يعني كودون أمبيليكال، كاين حبل سري يجمع ما بين المرفوض والمرفوضة والأم، ويبقى هذا الحبل في شد وجذب، يعني في يروح ويجي طول حياة تتلبي. في وحدة قالت لي أوسي، في وحدة قالت لي أمه توفيت، والله لا أذكر سؤالها بالضبط. المهم إذا كنتي موجودة، مازال موجودة معي، اكتبي لي تعليق. في وحدة قالت لي أمه توفيت، ولكن مش عارفة أطلعه من حالة الحزن اللي هو عليها، رغم أني نعرف أنه ما كانش يحب أمه كثيرا. هو الشيء اللي حصل له الآن أنه العقدة اللي كانت ملازمته طول حياته، طول ما ماماه كانت عايشة ما قدرش يحلها، والآن ماماه زادت ماتت، يعني خلاص يا بليت سوليسيون، خلاص. هو كان طول حياته ويحاول يحل هذه المشكلة، هذه الروحية اللي فيها، أما الآن كي زادت ماتت الأم، خلاص ما فيش أي مجال أنه يحلها. فالبكاء اللي راه يبكي فيه والحزن اللي راه فيه مش على أمه فقط، راه يبكي على نفسه، هو نفسه الحزينة اللي ما عرفتش تعمل هذا التوازن في هذه العلاقة من لما كانت أمه حية حتى ماتت. فهمتيني؟ طيب، النقطة الثانية اللي نخدم عليها هي الطاقة العقلية. لازم تتدربوا أو تتدخلوا في كل قرارات العقلية، في كل قرار عملي رح يقوم به. لما نقول تتدخلي أكيد بالمشورة والنصح. دانفا نحبكم تكونوا أنتو كيانجز، نحبكم تكونوا ان اكزامبل في العمل، تكونوا مثال في الفوكس، في التركيز وفي العمل وفي المنطقية تقدموه شركائكم، إذا حبيتوا تساعدوهم بيان سور. فكل ما يجي يعمل بروجي انتي تدخلي، قولي له احكي لي على البروجي او على المشروع اللي راح تعمله، هو راح يشعر بالفرحة لانه في شخص يحب يشاركه البيبي، سي سون بيبي في نهاية الامر. المشروع هذا لما نجو نخلقوه سي كومن بيبي، نشوفوا كل تفاصيله ونعملوها بإتقان وبحب وشغف، ونخدموا اللوجو بشغف إلى آخره. فأنتي تحاولي تدخلي معاه في كل قراراته العقلية باستمرار، تكوني حاضرة معاه. هو حتى ولا ما قالها لكش، لاحظوا، مش راح يقول لك أنه مبهور بقوة عقلك، مش راح يقول لك أنه مبهور بالتركيز اللي أنت عليه دايما، مش راح يقول لك أنه مبهور بالمنطقية اللي عقلك عليها، ولكن راح يشعر بذلك، راح تكوني أمامه مثال حي، أمامه للمنطقية، للعمل، للمثابرة، للجهد، للصبر، للحكمة أحيانا، لأنه الين أحيانا قراراتهم تصعق يعني، وقراراتهم لازم تفهموا أنها نتيجة العزل، نتيجة الغضب، نتيجة العصبية اللي يكونوا عليها أحيانا، هي مش قرارات نجمة عن الكره. الفولو سافوار بين قوسين، مش قرارات هي مش قرارات كريهة جاية من الكره، لا أبدا، هم ما يكرهوش. يعني لو تعملوا تشريح
لقلب الهين، قلب الهين لا يكره، يعني كشاكرات كجسم كروح كشخصية هم ما يكرهوش، حتى ولو صمتوا حتى ولو ابتعدوا، أما ما يكرهوش الشخص اللي ابتعدوا عليه أبدا أبدا، يعني ما يتمنولوش الشر مثلا، ما يتمنولوش أنه يكون في حالة سيئة، ما يحبولوش الضر من أي نوع إلى آخره. فإذا قلت حتى ولو ما قالكش أنك مأثرة عليه بشدة، إلا أنه راح يلمس كل هذا الشيء، المهارات العقلية اللي عندك، ويولي قلدك يولي قلدك أو يحاول تقليدك على الأقل وانت مش موجودة معه، يتذكرك كيفاش عملت كذا ويعمل نفس الشيء، كيفاش يعني راح يعمل سكون أبل المحاكاة هذه، سي اون سورت ديميتاسيون، طريقة في تقليد الآخر يعني بصورة نمطية، نعمل مثل ما عمل هو يعني مباشرة دون تفكير، لأنه يحبك في نهاية الأمر، هو يحبك فيوثق في قراراتك، يوثق فيك كشخصية إلى آخره. آخر شيء نصيحة نعطيها لكم، لما يدخل الين في حالة بالنسبة نسيت قبل ما ننسى، بالنسبة للرجال اليانغ، لأنه فيه كذلك رجال بحثوا لي دي كيستيون، بالنسبة للرجال اليانغ اللي قلته على المرأة ينطبق عليك أنت، إذا كنت ليها الأب اللي توأمتك، كنت بالنسبة ليها الأب اللي يحميها ويصبر عليها وينصحها ويكون حكيم في قراراته معها، مش راح تعاندك أبدا، مش راح تستخدم طاقتها العقلية ضدك، مش راح توقف في وجهك أبدا في أي حال من الأحوال. So, on va passer le troisième point. النقطة الثالثة. يا جماعة، أنا قلت لكم الآلاف من المرات إنه لا سبونتانيتي، العفوية، هي اتصال أو هي تعبير أو هي مظهر من مظاهر الطاقة الروحية أو الروحانية اللي نملكها. حاولوا قدر المستطاع إبعاد العقل والإيغو في علاقاتكم. والله نحزن لما نتكلم مع ناس ويقولوا لي هو قاسي معايا رح نقصه معاه، هو كذا معايا رح نكون كذا معاه. ما نحن ما المفروض انتو أحبة ولا أعداء؟ يعني انتو في حرب ولا في حب؟ ما فهمتش يعني، فبرك حبيت تفهموني هذا النقطة، ماذا بكم تجاوبوني؟ علاش لماذا يتدخل الإيغو في علاقات حب؟ ما محلهم للإعراب؟ ما محل الكرامة والكبرياء والتعنت والتصادم إلى آخره في علاقة حب؟ ما عندهم حتى فايدة، على العكس سيضرون بالعلاقة أكثر مما ينفعونها. كل ما كنت انتي ولا هو في حالة سلبية، مش راح تتقدموا، لا انتي تتقدمي بوحدك ولا هو يتقدم بوحده، لي دو فوز علي دون لا بين، في اثنيناتكم راح تكونوا في الشجرة، في الحزن، في الألم إلى آخره. فأبعدوا من فضلكم، أبعدوا الإيغو عن علاقاتكم. الإيغو ليس له مكان في حياتنا. قلت لكم كين طريقتين في التعامل مع البشر، يا إما نقربوا وأحضنه، يا إما نبعدوا نعطيه كودوبي، نركلوا خارج حياتي، سيتو، ما فيش أشياء أخرى. ما بقاش انا نضيع وقتي واب اند داون واون واوف نو. اذا كنتوا في العفويه والصدق، لازم يكون معاكم ناس صادقين ببساطه حتى تعيشوا بسلام. تحياتي وسلام.